أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية. جلالة الملك شدد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خاصة قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل لافتا إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي. وأكد جلالته على ضرورة شمول الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم. واعاد جلاله الملك تاكيد على مواصله المملكه بذل كل الجهود لحمايه ورعايه المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس من منطلق الوصايه الهاشميه على هذه المقدسات